الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. انا اكيد طبعا متابعين الفتره اللي فاتت ما بعد مباراه النجم والاهلي اللي انتهت يمكن بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد. اكيد الهدف اللي احنا احرزناه من عن طريق صالح جمعه هيفرق كتير، زي ما بقول لكم يمكن هزيمه ولكن الى حد ما من النتائج اللي ممكن تكون ايجابيه لما تيجي نبص كده لمباريات اللي بتبقى دايما فيها ذهاب وعوده. ان شاء الله في مصر لو احنا اتعاملنا مع المباراه بشكل جيد بجديه باكتمال بعض اللاعبين للياقتهم وراحتهم بشكل كبير، ممكن ان شاء الله ان نعدي بهذه المباراه بنتيجه ايجابيه كويسه جدا، يعني ممكن نعدي بفرق هدفين لان واضح جدا فرق المستوى ان شاء الله بامر الله عن فريق النجم الساحلي. هو كان انتهز طبعا وجوده وسط جمهوره وسط الدعم الجماهيري الكبير، وطبعا الاخطاء اللي ممكن تكون واجهناها من خلال طبعا فريقنا احنا، يمكن احنا الاخطاء اللي جت عن طريقنا هي اللي تسببت في هذه الاهداف. ان شاء الله ما يبقاش في اخطاء ثانيه هنا في استاد برج العرب باسكندريه، ان شاء الله ما يبقاش في اي اخطاء، نقدر ان شاء الله من خلال طبعا وجود القوى الهجوميه بتاعتنا اللي يمكن نقصد بعدم وجود عبد الله السعيد اكيد، لكن عندنا لاعبين جيدين يقدروا يحلوا محل عبد الله السعيد، عندنا صالح جمعه، عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين يقدر كابتن حسام البدري يتعامل ويفكر فيهم في هذه المباراه، ولكن مباراه كانت مهمه، مباراه ان شاء الله التركيز هيبقى فيها مهم. لكن خليني اكلمكم على نقطه، ان يعني ارجو من اخواتنا الزملاء الاعلاميين الاهلاويين اللي بيحبوا الاهلي يبطلوا الكلام في موضوع الانتخابات. اولا احنا داخلين على مباراه مهمه ومفروض نوصل للنهائي عن طريق النجم الساحلي، يعني برضو بنكرر كلامنا في الانتخابات، وده في حد ذاته احنا قلنا مش هنتكلم في اي حاجه غير لما نخلص المهمه الصعبه جدا اللي بياخدها النادي الاهلي في بطوله افريقيا، وايضا منتخبنا الوطني في الوصول لكاس العالم عن طريق مباراه الكونغو القادمه ان شاء الله يوم الاحد. ليه احنا بنحاول نتكلم كل شويه ونحاول نطلع مشاكل ونخلي الناس توجه تركيزها يعني دعمها لحته ثانيه خالص؟ احنا خلينا في ان انت دعمك، لو انت بنتكلم كاعلام ايجابي، دعمك لفريق النادي الاهلي بعيد عن اي شكل انتخابي، شكل انك تبين مين حلو ومين حلو هنا ومين الكفه دي حلوه والكفه دي حلوه ومين الافضل، وبعد كده تروح رامي حته بنسيبها للجمعيه العموميه، الكلام ده مش عايزينه تمام. احنا في قناه الاهلي او عني انا شخصيا اتكلمت في الجزئيه دي وقلت مش هنتكلم تاني غير في الاهلي، وان احنا نركز في جزئيه المباراه الخاصه بمباراه النجم الساحلي عشان نتاهل لدوري او لنهائي افريقيا وناخد النجمه التاسعه، عشان ده هو ده امل جمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي مش بيفكر دلوقتي مين هيخش انتخابات على فكره، جمهور الاهلي بيفكر في البطوله الخاصه بيه اللي بيحبها وهي بطوله افريقيا. اه في ناس انا عارف ان هم والله وده بشكل جد مش عايزين الاهلي ياخد بطوله افريقيا لاسباب خاصه بقى بمصالحهم، دي في حد ذاتها سقطه ممكن تكون في عقلياتهم، سقطه تكون ممكن تكون في هتبقى في تاريخهم، لكن ان شاء الله النادي الاهلي عشان هو نادي كبير عشان جمهوره كبير وبيحبه باخلاص، ان شاء الله النادي الاهلي هيعدي هذه الموقعه الخاصه بمباراه النجم وان شاء الله يعديها ويوصل للمباراه النهائيه ويكسب هذه البطوله، عشان ربنا بيحب دايما المجتهد، بيحب دايما اللي بيعمل عمل بيتقنه. فان شاء الله احنا بنحاول او سواء بقى الفريق سواء كل العاملين في النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بيعملوا بشكل جدي، ان شاء الله ربنا هيوفقهم ويكلل جهودهم بوصولهم ان شاء الله للنهائي والمكسب بامر الله. عشان كده دايما بقول خلينا كاخوه وزملاء ما نتكلمش حاجه خالص خاصه بانتخابات سواء بقى في اتحاد الكوره سواء في النادي الاهلي الا لما نعدي هذه المواقع او الموقعه الصعبه سواء بقى لمنتخبنا الوطني او لمباراه النجم الساحلي في العوده هنا في استاد برج العرب. ده اللي احنا نتمناه ونبطل كلام في الجزئيه دي لان فعلا حاجه مستفزه جدا. يمكن النهارده كان في اجتماع لمجلس اداره كان هيناقش فيه مجموعه من الملفات، طبعا اهمها الملف الخاص باللجنه الاولمبيه والصدام الدائر ما بين حتى الان ما بين اللجنه الاولمبيه والنادي الاهلي بخصوص طبعا لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي واللي قدم فيها النادي الاهلي شكوى ل
لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية. إن شاء الله منتظرين يوم الأربعاء يكون في رد من هذه اللجنة. ده يمكن الاجتماع تأجل لغاية يوم الخميس بأمر الله. ملفات طبعا هتكون مطروحة لمجلس إدارة والمهندس محمود طاهر رئيس المجلس. أيضا في خبر يمكن النهاردة سمعناه أن كولوبالي سليمان كولوبالي لاعب النادي الأهلي السابق واللي هرب من النادي وحتى الآن هو مش موجود في أي نادي، بيطلب العودة مرة أخرى للنادي الأهلي. يمكن مسؤول النادي الأهلي رفض، وده حاجة طبيعية على فكرة، مش مسؤول النادي الأهلي فقط، ده كل واحد بيعتز بقيم ومبادئ النادي الأهلي بيرفض هذا الموضوع. جمهور النادي الأهلي يرفض عودة اللاعب مرة أخرى، حتى لو هو إيه، لو هو مارادونا نفسه، إحنا مش هنقبل أبدا بعودة لاعب بنفس هذه الأخلاقيات والفكر وعدم الاحترافية اللي موجودة في هذا اللاعب، اللي ممكن يكون كان فرصه كبيرة جدا جدا ان يبقى افضل اللاعبين الموجودين في القارة الافريقية لو فضل مع النادي الاهلي. لكن طبعا عقليته كده، ممكن حواليه ناس ممكن كانت بتوزه او بتقول له انت في مكان احسن ليك، ولكن طبعا هو ده النادي الاهلي وهي دي مبادئه من خلال رفض مسؤول النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي والفريق بشكل عام ووجود هذا اللاعب مرة اخرى في النادي الاهلي. عايز اكلمكم بقى حاجه مهمه جدا، كلنا متابعين طبعا مباريات منتخبنا الوطني بامر الله ان شاء الله يوم الاحد، وبنتمنى الفوز في هذه المباراه، وفي نفس الوقت منتظرين يوم السبت مباراه غانا واوغندا. يمكن كل الناس تتكلم ان غانا ممكن تفرط في الفوز في مباراه اوغندا والامور بالنسبه لها حصل اتفاق. ما اعتقدش ان فريق كبير زي غانا وفريق عنده نجوم كبيره موجودة في الدوريات الأوروبية ممكن تفرط في مباراة زي كده. ممكن يعني إلى حد ما الظروف مثلا هي اللي تبقى معندها في المباراة، زي المباراة الأولى اللي تعادل فيها مع المنتخب الأوغندي. ولكن طبعا منتخب غانا منتخب كبير، منتخب ليه سمعته، ما أعتقدش إن الأمور هتبقى بالنسبة له كده. وعشان كده كواسي بيا المدير الفني بيتكلم إن المباراة مباراة بالنسبة لهم أمام المنتخب الأوغندي، مباراة هو بيتمنى الفوز فيها ويخش دايرة الحسابات تاني في حتة التأهل، وهم بيحاولوا يقاتلوا على الجزئية دي. لكن هو الراجل اتكلم بصراحة ان حسابيا على الورق هو بعيد تماما والتأهل شبه مستحيل ومنحصر ما بين مصر وأوغندا. فبالتالي زي ما بقول لكم كواسي بيا المدير الفني للمنتخب الغاني هو ده كلامه. أعتقد انه أيضا كل مدرب بيحافظ على سمعته وبيحافظ على تاريخه من خلال طبعا تواجده مع منتخب كبير زي منتخب غانا. فبالتالي هو ده اللي احنا منتظره. ولكن خلينا احنا نتكلم على نفسنا، احنا كل همنا في سواء بقى منتخب غانا تعادل خسر كسب، احنا بنبص لمباراة الكونغو. لان احنا يعني افرض احنا مثلا غانا كسبت اوغندا واحنا لا قدر الله حصل حاجة مش مظبوطة او مش كويسة في مباراة الكونغو، فبالتالي احنا في نفس الموقف، هنبقى في نفس الموقف. لكن احنا ان شاء الله من خلال وجود اللاعبين ان شاء الله اللي تم اختيارهم لمنتخبنا الوطني سواء بقى محترفين او محليين، ان شاء الله نوصل لكاس العالم من خلال هذه المباراة ومكسبنا في هذه المباراة. عايز اقول لكم طبعا جمهور كبير جدا عايز يحضر هذه المباراة، يعني جمهور عريض من جمهورنا الكبير بيدور. انا وانا جاي 6 تليفونات، ما معكش تذاكر، ولكن هرد عليهم ايه، اقول لهم ايه، الازمة موجودة في كل حتة، حتى في منافذ البيع اللي اقرها اتحاد الكورة في بيع التذاكر. يعني تروح تقول لهم عايزين تذاكر يقول لك لا مفيش، وطب هنروح ازاي، الجمهور هيروح ازاي، يعني ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل. تذاكر الكونغو، مباراة الكونغو ومصر راحت فين؟ احنا لغاية دلوقتي مش عارفين. عدد كبير جدا من جمهور مصر حتى الآن مش عارف يشتري تذاكر. ده طبعا واضح جدا ان مباراة أوغندا الأخيرة سابت أثر كبير جدا في جماهير وحبهم في ان هو وجودهم يبقى في المباراة القادمة. وده دايما مصر والمباراة أكيد مهمة، وإحساس الجمهور المصري بهذه المباراة اعتقد كبير جدا جدا جدا، لان فوزنا في هذه المباراه هيأهلنا بشكل كبير للوصول لكاس العالم. طبعا قبلها بيوم هنبقى الى حد ما شايفين ايه الوضع ورسمينه بشكل كبير، ففوزنا كده كده بامر الله ده هو الاهم. ولكن مباراه زي كده بشكل كبير مهمه جدا لجمهورنا، مهمه جدا للاعبتنا وجهازنا الفني، مهمه جدا لصناعه الرياضه في مصر وكره القدم بالاخص. شكل هيختلف تماما والله
شاء الله بامر الله الوصول في حاله وصولنا لكاس العالم امور كتير جدا اقتصاديا، سواء بقى اقتصاديا سواء كرويا رياضيا هتتغير جدا في الوضع الرياضي المصري وفي مصر بشكل عام والمزاج العام للمصريين بعد الوصول لكاس العالم. انتعاشه هتبقى موجوده، انا واثق من كده بامر الله، لان هي بتقول كده، البوادر بتقول كده دايما. لما بنشوف حتى في عز ازماتنا كره القدم بتطلعنا بره المزاج السيء اللي كان ممكن يبقى موجود عن طريق النادي الاهلي وحصوله على بطولات، عن طريق اي مكسب جيد لفرق ممكن تكون بتمثل مصر بشكل كبير خارج المحافل او خارج الدوري المصري. فبالتالي احنا عارفين ان الوضع ده في حاله المكسب ووصول لكاس العالم ايه اللي ممكن يحصل لمنتخبنا، ولكن طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ولكن التاهل ده هو ده المهم، هو ده اللي احنا مستنيينه. روسيا 2018 ان شاء الله جيل يبقى جيل محظوظ انه يوصل لهذه المرحله، مرحله كاس العالم، ولكن مش عايزين نقاطع زي ما احنا بنقول، وان شاء الله الوصول لكاس العالم. عايز اقول لكم ان مستر اكتر كوبر ضم طبعا مجموعه من اللاعبين المحترفين وايضا اللاعبين المحليين، احمد فتحي طبعا موجود من الاهلي، شيف اكرامي، حسام عاشور، صالح جمعه، وسعد سمير، رامي ربيعه، مؤمن زكريا، احمد الشناوي، طارق حامد، وعلي جبر، ومحمد فتحي، وحسام حسن، ايضا بالاضافه ل 15 لاعب محترف هم محمد صلاح، محمد النني، رمضان صبحي، احمد المحمدي، احمد حجازي، كريم حافظ، عمرو جمال، احمد حسن كوكا، ووسام مرسي، وتريزيجيه، ومحمد عبد الشافي، عصام الحضري، مصطفى فتحي، وكهربا يمكن اللي هو حصل له اصابه، يمكن مستر ريكتو كوبر بيدور بقى على البديل سواء لعبد الله او لكهربا، ولكن طبعا ان شاء الله مجموعه اللاعبين الموجوده في المنتخب يقدروا يعوضوا اثنين اللعيبه دول مميزين. ايضا عمر جابر بينضم للمنتخب، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. يمكن ده كلامي بالنسبه لي انا النهارده، ان احنا لازم نركز بشكل كبير من النهارده، ايضا اللاعبين، الجهاز الفني، ايضا المهندس هنبريده وكلامه على ان هو بيذلل كل العقبات للمنتخب والجهاز الفني عشان طبعا يريحوا بشكل كبير، ان شاء الله ان هم يبقوا مركزين فقط في المباراه القادمه، مباراه الكونغو، ومكسب يبقى مهم جدا لمنتخبنا. ولكن عايزين نشوف الجمهور في هذه المباراه بشكل جيد، عايزين نشوف يعني منظر رائع لمصر، منظر رائع من خلال هذا الاستاد، استاد الجيش ببرج العرب. شفنا المباراه اللي فاتت، عايزين نكمل هذه المسيره من خلال جمهورنا ومن خلال لاعبتنا بمكسب يكون جيد يفرح جمهورنا في هذه المباراه ووصول ان شاء الله لكاس العالم. فاصل وارجع استقبل كابتن محمود ابو الذهب ونتكلم طبعا على منتخبنا الوطني وعلى مباراه النجم، ولكن طبعا احنا في الوقت الحالي هو منتخبنا يفوزنا ان شاء الله بهذه المباراه. ترجمة
سوية شدوا حيلكوا كمان زيادة شوية فات سنين كتير مش باين قليل والفرحة جاية ننسى أي منافسة بينا لأن اسم مصر أكبر الفريق بسهولة يكسب لما نصدق إنه يقدر عمرك شفت حلم بيحلم بيه 90 مليون طب عمرك شفت حد ساكت لما مصر جابت جول مكسبين وفوز دايم لو بتتفرج لوحدك انزل لف في الشوارع شجع وافرح وسط أهلك زحمة على الأهالي في البيوت وصوت الماتش والسد العالي لسه عالي لسه زي ما هو وحش هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب طول ما احنا مع بعض دايما سهل نعدي أي صعب هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب وراجعين وراجعين فرحانين ده احنا استنينا سنين عشان نقول اهو